احنا عايزين نركز على فكرة ان موضوع المذاكرة اخد وقت شوية وحصل له ريبيتيشن شوية، يبقى اخليه في الماضي التام المستمر اللي هو اسمه الباست بيرفكت كونتينوس. طيب تركيب الباست بيرفكت كونتينوس ازاي؟ هو هاد زائد بين زائد فيرب بلس اي ان جي. مرة تانية، هاد بلس بين بلس فيرب بلس اي ان جي. كل اللي بيعمله الماضي التام المستمر فرقا عن الماضي التام هو ان انا عايز ااكد كسبيكر او كرايتر، اعطي الليسنر بتاعي او الريدر لو انا كاتب الموضوع ده ان الموضوع ده خد مني وقت شويه. فتطبيقا على هذا الكلام، مثلا لو خدنا الجمله نمبر 7، they for a house for 5 months till they found a perfect one. يعني هو عايز يقول ظلوا يبحثوا عن منزل، والموضوع البحث يتكرر لمدة 5 شهور لحد ما لقوا المنزل المثالي بالنسبة له. يبقى يا ترى هنا هختار had looked ولا had been looking؟ طالما ان انا عايز أأكد على موضوع ان الحدث ده استمر لفترة وتكرر، يبقى نخليه افضل في الماضي التام المستمر. يبقى بناء عليه اجابتنا الصحيحة تكون دي، had been looking for، يبقى had been looking. وطبعا زي ما مستر محمد اشار برضو من شوية ان كل زمن بيبقى ليه markers أو علامات تدل عليه. دايما في الماضي التام المستمر أو حتى الماضي التام ممكن نلاقي عندنا ماركرز زي فور، زي سينس، زي انتل أو تيل. دي برضو من الحاجات اللي بنلاقيها دايما متلازمة مع وجود الزمن الماضي التام أو الماضي التام المستمر. طيب واحد بيقول لي، أو في بعض الكتب بيبقى كاتبين إن الماضي التام المستمر بيبقى مع بعض الأفعال اللي هي بتاخد وقت شوية. أنا عايز أقول إن المعلومة دي وإن كان تبسيط شوية لبعض الطلاب عشان يفهموا، ولكن هو أنت اللي بتتحكم هل أنت عايز تأكد على إن الحدث تم ولا الحدث تم مع وقت وتكرار. يعني هدي لك مثال بسيط، لو أنا قلت I had written the essay، يبقى أنا بأكد إن أنا كتبت المقال بتاعتي. طبعا موضوع الكتابة ده بطبيعته بياخد وقت، يعني مش هياخد 1 minute 2 minutes 5 minutes. You may spend 2 hours writing your essay. لو أنت عايز توصل للقارئ فكرة إنك خلصت الكتابة قبل ما تعمل حاجة تانية في الماضي، أو مثلا I had written the essay before I went out with my friends، زي ما مستر محمد برضو قال إن before بيجي قبلها ماضي تام ويجي بعدها ماضي بسيط. يبقى لو أنا عايز أأكد على إن أنا كتبت الأسي يبقى أقول I had written the essay. طب افرض أنا عايز أوصل للقارئ أو أوصل للمستمع بتاعي إن موضوع الكتابة ده خد وقت وتكرر، يبقى في الحالة دي تقول I had been writing the essay before I went out. كلتا الحالتين سواء استخدمت الماضي التام أو الماضي التام المستمر هو حدث تم وانتهى قبل حدث تاني في الماضي. لكن في الجملة الأولى اللي بقول فيها I had written the essay، أنا عايز بس أوصل إن الحدث تم في الماضي قبل حدث آخر اللي هو إن أنا I went out with my friends. لو عايز أأكد إن خد repetition وخد مني وقت، يبقى أقول I had been writing. طيب نشوف مثال آخر عشان نعرف الفرق ما بين الماضي التام والماضي التام المستمر، اللي هي جملة نمبر 8، she space since 3 p.m. until the doctor arrived. يبقى هي حاجة كانت بتعملها منذ الساعة 3، يعني خدت منها وقت هي since 3 p.m. until لحد the doctor arrived. يعني كلمة until بتبين إن حاجة تمت وفضلت مستمرة إلى أن حدث آخر في الماضي. يبقى في الحالة دي على طول هقول C اللي هي had been waiting. had been waiting يعني she had waited، بس أنا عايز أأكد مع إن الحدث اللي هو الانتظار تم قبل ما الدكتور يجي إن ده خد مني وقت وخد مني أو خد منها، يعني she had been waiting، خد وقت شوية وتكرر الموضوع. يبقى إذن الإجابة الصحيحة الأفضل اللي هي C. طيب نشوف برضو مثال آخر عشان يبان لنا موضوع الـ past perfect continuous. number 9، he space to call me for 15 minutes till the call got through. يعني صديق ليه حاول يتصل بي على مدار 15 دقيقة كاملة لحد ما المكالمة قدرت توصلني. يعني انت عارفين احيانا الشبكات بتبقى not working well، ففي الاول ما كانش المكالمة وصلاني. يبقى got through ديت الحدث اللي هو في الماضي، قبل منه زي ما مستر محمد قال برضو من شوية إن قدامي two options، يا إما أعمل past perfect يا إما أعمل past perfect continuous. طب هنا في عندي شاهد إن الموضوع ده موضوع محاولات الاتصال فضلت لمدة 15 دقيقة، يعني خدت وقت شوية وتكررت. يبقى في الحالة ديت يفضل أخليها في الماضي التام المستمر اللي هي be had been trying. يبقى he had been trying to call me
for 15 minutes until or till the call got through. Second one. Okay. If we move to another example, number 10, by the time she slept. طيب احنا مستر محمد برضو قال من شوية ان الماضي التام بيعبر عن حدث تم وانتهى قبل حدث تاني في الماضي. أو ممكن أقول كمان إنه an action that happened before a set time or a particular time in the past. يعني مثلا by the time she slept بحلول الوقت اللي هي نامت فيه، عايز أقول بقى إيه اللي حصل، حاجة حصلت قبلها يبقى لازم أحطها في الماضي التام. يبقى هنا أقول she had eaten 8 sandwiches and 2 big apples. يبقى في عندي حاجتين دلوقتي، الزمن التاني أو الأكشن اللي هو الماضي التام والحاجه اللي حدثت بعدها. يعني الاول اللي حصل ان هي اكلت ال 8 ساندوتشز و 2 بيج ابلز وبعدين نامت، فالحدث الاقدم هو اللي نخليه في الماضي التام، والحدث اللي بعد منه اللي هي السليبنج او شي سلبت. يبقى من احد الاكسبريشنز او الماركرز اللي بتدل على ان انا احط الزمن في الماضي التام ان اقول مثلا باي such and such time في الماضي، اقول مثلا by yesterday evening I had written the essay. مثلا اقول by last week I had turned in the assignment. بحلول مثلا الاسبوع الماضي انا سلمت الاساينمنت او الهوم ورك بتاعي. طيب نشوف مثال اخر اللي هو رقم 11. May was very happy because she spaced her exams. تمام؟ يبقى في حدثين حدثوا دلوقتي، حدث ان هي passed the exams وحدث ان هي اصبحت سعيد. يبقى ايه اللي بيحصل الاول بديهية يعني ان هي نجحت في الامتحان، يبقى دي على طول نخليها في الماضي التام او الباست بيرفكت. ايه الحدث اللي حدث بعد كده؟ ان هي اصبحت او حست بالسعاده نتيجه ان هي نجحت في الامتحان، يبقى على طول سي هاد باست. يبقى طبعا لازم تكون هي نجحت في الامتحان الاول، يبقى هاد باست. الحدث الاخر اللي في الماضي شي فيلت او شي واز فيري هابي. اخر جمله تطبيقا على الماضي التام، as soon as I, her telephone number, I tried to call her. طيب يبقى في عندي حدثين دلوقتي، انا ما كنتش عارف التليفون، لما عرفت رقم التليفون حاولت الاتصال. يبقى as soon as I had known her telephone number, I tried to call her. وبرضو عايز افكركم بكلام مستر محمد ان في بعض الروابط زي as soon as المعنى بتاعها ان هو بيؤدي الى تلازم الحدثين. يعني صح ان انا اقول had known في الجمله الاولى او الفراغ والحدث اللي تلاه ان حاولت الاتصال، لكن ايضا مش غلط لو عندي احد الاختيارات اللي هي الماضي البسيط اخليها ماضي بسيط في الجمله الاولى والثانيه. Thank you very much. احسنت دكتور خالد. ننتقل لبيج نمبر 5 مع مستر محمد فتحي.